السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا. اليوم أيضا نفس الدروس السابقة عندنا السماد هذا أخضر لسه جديد، عندنا السماد المتحلل اللي هناك هذا باقي لونه أخضر مخرج من مراحات الأغنام مباشرة، تشوفون باقي فيه أتربة وأيضا أجلكم الله بقايا الأغنام والدجاج أيضا اللي هنا متحلل. شايفين فرق اللون؟ هذا لونه مختلف كذا يتضح أكثر، هذا معي اللون البني وهذا باقي أخضر، شايفين الفرق بين هذا وهذا؟ تمام. الآن احنا راح نجيب الشيول، عندنا كمية جيدة راح نستفيد منها ان نقلبها، هذا مخمر كامل مساحته ما شاء الله كبيرة. ايضا اذا احد منكم يحتاجه ما عندي مشكلة، انا ممكن احد الاخوة الكرام اللي قريبين مني في العمارية يحتاج السماد هذا بدنا نجيب له دينة ولا دينتين وياخذه. السماد هذا انا اشتغل عليه الان هذه يمكن السنة الثالثة واحنا نقلب فيه كل اسبوعين مرة، تمام، معمول بشكل جيد وانا حريص عليه، في مخصبات حيوية وحقيقة انه احنا تعبانين عليه يعني. واللي يبغى ياخذه بالمجان، جيب لك شيول جيب لك دينا وشيل الكمية اللي انت تبغاها، انا ما عندي مشكلة، الله يبارك لكم. طيب ليش؟ لأنه أنا غير مستفيد من بقائه هنا، هو كثير عندي اللهم لك الحمد فضل الله كبير، فبين فترة والثانية كل مخرجات الأغنام نجددها هنا. أيضا الزرع ما راح أحتاج كل هذه الكميات فيه، أنا راح أحتاج كميات قليلة جدا، وأيضا فترة الشتاء يعني بإذن الله الكمية اللي عندي راح تكون كافية. أنا اللي عندي هنا تقريبا 18 متر في ارتفاع مترين، وإن شاء الله الآن راح يجي الشيول وراح تبدأ عملية تقليب. أثناء عمل الشيول راح يكون إزعاج، إحنا حريصين إنه يجيب المجموعة اللي هناك والخضرة ويقلبها على هذه مع بعض وينزل تحت تقريبا ما يقارب متر ويخرج السماد المتحلل اللي في الأسفل ويقلبه في الأعلى كالطريقة المعتادة. الآن إن شاء الله الشيول على وصول، راح نشوف الشغل نحن وإياكم. بسم الله وصل الشيول، كل ما نزل الشيول تحت راح يطلع سماد متحلل اكثر. لاحظون ان اللون بالاسفل هنا اسود، كان كفرات الشيول بدأت تغرز في الأرض.
طبعا هذا السواق الدولي المحترف ابو عايض. طيب نخليه يشتغل شوي وبعدين نشوف يعني ايش راح يصير. شوفون الآن راح يجيب السماد ويرفعه هنا عشان تتم عملية الخلط بشكل جيد. طبعا حقيقة انه بطيء في عمله لكن معليش. شايفين لونين مختلفات. الآن المنطقة هذه شوفونها حمراء بزيادة، اللي هناك افتح شوي راح أيضا يعيدوا من هنا إلى الداخل بس بعد ما يفرشوا لنا هنا شوي. الآن تلاحظون جميع الألوان موجودة والأسفل هنا أيضا باللون الأسود. الآن راح نبدأ عملية الفرشة وإنه إحنا ناخذ السماد نمسيه فوق بعض درجة درجة، ثم نروح من الجزء الخلفي منك ونرد جاي. الآن راح يسحبوا الخلف، شوفون التلون. الآن راح يسحبوا للخلف أيضا. شايفين الألوان كيف؟ الآن راح ينزل للأمام، يدف هذه الأمام وينزل يعمل له طريق.
طيب اخونا بالله دخل على البرسيم ودعس البرسيم، لكن ما عليش يعني بالامكان يدور هنا بس ما يلا ما عليه. الان راح نحاول نجمع في الزاويه هذه ونفتح طريق من هناك. الان الموقع هذا اللي عملنا فيه حفره راح ندفنه بالسماد اللي عندنا هنا. راح يجيب السماد هذا كله ويدفن فيه المنطقه اللي هنا عشان نترك خط جنب الجدار، ونكون كذا قلبناه بشكل جيد. شاول مقاسه 26، وهذا يعتبر نوع ما صغير شوي لانه المساحة عندنا ضيقة، لو كانت مفتوحة كان ممكن تجيب شاول 36 افضل. الان راح نعمل زي المصطبة او المكمورة في الجزء الايمن، شايفين الجدار هنا؟ هذا الجدار راح نحاول نبدأ من عند الجدار الى المنتصف وبعدين نترك خط هنا. الآن خليه يجمع السماد ويجيبه عندنا شوي شوي إلى هنا تقريبا، يعني بحيث أنه يكون موقعه جيد. أخذنا من السماد الأسود هذا فرقناه بالداخل، شوفونه أسود. الآن قربنا نخلص، راح يكون عندنا الكبريت الزراعي وحادي سوبر فوسفات الكالسيوم، سواء رغب لأن يكون عضوي أو كيميائي ما يمنع حسب ما تشوف أنت. وراح يرش رش على السماد علشان التقليب يقفل عليه كاملا. الآن راح نجيب السماد وإحنا ناخذ السماد هذا نرميه قدامه بهذا الشكل، لما يشيل ويقلب راح يقلب لنا هذا مع السماد. راح الان نخليه يشيل واحدة معتبرة يكبها فوق. الان راح يجي هذه، شوفون السماد عليها. المنطقة هذه أيضا مرشوشة سماد. راح يختفي السماد كاملا لما يرفع. بنفس هذه الطريقة يتم العمل، زي ما قلت لك ممكن تضع سماد عضوي أو كيميائي معه محفز. أيضا البكتيريا النافعة أنا أستخدمها، كل هذا إن شاء الله راح يعطي المنتج أفضلية لخدمة النبات. وعندما تتم عملية تأسيس التربة تصبح بشكل جيد. إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم.